الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور شادي منسي، استشاري أمراض القلب بالتأمين الصحي ورئيس قسم أسطرة القلب بمستشفى المقطم للتأمين الصحي. الحقيقة إحنا النهاردة موجودين في مؤتمر من أحسن المؤتمرات اللي الواحد حضرها في الفترة الأخيرة، وبيناقش كيفية علاج أمراض شرايين القلب عن طريق الأسطرة. أنا مبسوط جداً النهاردة بوجودي وسط أساتذتي، وسط الكوكبة الكبيرة من أساتذة أمراض القلب وأسطرة القلب في مصر وكمان في العالم، معانا أساتذة من بره مصر كمان. النهاردة وامبارح كمان ناقشنا أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في مجال أسطرة القلب وعلاج الحالات الحادة والحالات الصعبة والحالات الكومبلكس بالنسبة لتوسيع الشرايين وتركيب الدعامات فيها. كل التوفيق إن شاء الله للمؤتمر ده، إنه يطلع بشكل جميل وإنه يستفيد منه الأطباء، وبالتالي يستفيد منه إن شاء الله مرضى القلب في مصر.